السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه شجرة تين من نوع عنق الحمامة. اليوم إن شاء الله نصحح بعض الأخطاء لعملية التقليم السابقة. هذه الشجرة تم إجراء عليها عملية التقليم، سنصحح بعض الأخطاء. في منطقتنا نربي التين بهذه الطريقة، بهذا الارتفاع كما تلاحظون. لاحظ هذه شجرة تين، وعندما نريد جني ثمار التين نتسلق إلى أعلى شجرة. إذن اليوم ما هي الأخطاء الموجودة في عملية التقليم؟ على الرغم أن هذه الشجرة مقلمة، لو لاحظنا في الأعلى هنا، ها هي كذلك، هاي عملية القص. ما هي أخطاء التقليم؟ دائما التين من نوع عنق الحمامة نقوم بترك 4 براعم ونجري عملية القص، أو نتركها ترتفع إلى الأعلى، فقد تصل علو هذه مثل هذه الأشجار إلى 4 أمتار. ولكن العملية التي يجب أن نقوم بها وهي إفراغ الشجرة. هاي الشجرة، هذا النمو يملع قلب الشجرة، يجب أن نقوم بعملية قصه. عند عملية القص نترك حوالي 3 أو 4 سنتيمتر ونجري عملية القص هكذا. كذلك هذا النمو، كذلك هذا النمو مع هذا، تشابك في الآلة. نجي عملية قصة هنا، كذلك هذا النمو يملأ قلب الشجرة. بهذه الطريقة قمنا بإفراغ قلب الشجرة، كذلك قمنا بقص النموات متداخلة. إذن وهذه هي أحسن وأضمن طريقة للحصول على ثمار ذات جودة عالية. إذن بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهر الفلاحية، لا تبخلنا بإشتراك القناة، تفعيل الجرس، ضغط على الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.